السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنواننا لهذا اليوم هو قصة ثم عاد للكاتبة حنان درويش، وتعرفنا على حنان درويش وأيضا عن الفكرة الأولى لهذه القصة هو غياب سليم المفاجئ عن البيت. لنكمل موضوعنا بالقراءة ونتعرف على بقية الأحداث لهذه القصة. لكن الفترة طالت وتجاوز الغياب حده المعقول، وبات السكوت مستحيلا. أخبرت صغارها بالحقيقة مختلقة لرحيل أبيهم المفاجئ أعذارا متعددة، وكان عددهم 6 بالإضافة إلى جنين في بطنها. بعد أشهر أنجبت طفلة واجهت عيناها النور دون أن يهدهدها أب ودون أن يطلق عليها اسمه. بعد عام ونيف من الضنق والعذاب أمضته فاطمة متنقلة بين هنا وهناك في السؤال والتقصي. عرفت أخيرا مكانه، وعرفت أنه قد غادر البلاد ولن يعود إلى الوطن أبدا. الحدث في هذه الفكرة هو المرأة تستقصي حقيقة غياب زوجها. نتعرف معنا على الكلمات الجديدة: تجاوز المقصود بها تعدى، أعذارا حجج، يهدهد يحرك حركة رقيقة، نيف زيادة، تقص بحث شديد واكتشاف، ذرفت أي بمعنى سالت، استنجدت معناها استغاثت ولجأت. الآن أيضا لاحظنا أن هذه الزوجة لجأت إلى الأقارب، وتعرفنا أيضا أنها عانت الكثير من أجل أبنائها الذين عددهم 6 وفي بطنها مولود آخر، إذن 7. نلاحظ أن هناك الصورة الجمالية: تجاوز الغياب حده. شبهت الكاتبة الغياب بمكان يتم تجاوزه. هنا لكن الفترة طالت، الأسلوب هنا لكن، نعم لكن الفترة طالت، الأسلوب هو أسلوب استدراك. وبات السكوت مستحيلة، نلاحظ أن أو إعراب كلمة بات وضعتها باللون الأزرق، بات السكوت مستحيلا، بات فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح، وبات من النواسخ أي الأسماء التي تليها تتبعها. السكوت اسم بات مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومستحيلا خبر بات منصوب علامة نصبه الفتحة. ولنكمل مع: ذرفت دموعا مالحة كملوحة أيامها المقبلة، بكت بحرقة على حظها وعمرها وشبابها. حاولت أن تتعرف على سبب واحد لهجرانه لها فلم تجده. فتشت عن مبررات مقنعة وكافية لتبرئته أمام نفسها وأمام أولادها وأمام المجتمع فلم تعثر. بدأت رحلة الهموم بالنسبة لها، وراح الصغار يكبرون وتكبر معهم المسؤوليات الجمة التي عجزت في البداية عن حملها. إذ استنجدت بالأقارب فلم ينجدوها ولجأت إلى الأصدقاء والمعارف فتهربوا منها. لذلك قررت أن تعمل، وكان عملها أول الأمر يتوزع بين الخدمة في بيوت الناس صباحا وصناعة المعجنات والحلويات مساء. نلاحظ أن الفكرة في هذه الفكرة حزن المرأة على غياب زوجها وصعوبة موقفها أمام الجميع. نلاحظ أيضا ذرفت دموعا مالحة كملوحة أيامها. الصورة الأدبية هنا أو الصورة الجمالية شبه ملوحة دموعها بملوحة أيامها الصعبة التي عانت فيها، وشبه الأيام بالملح، وتوحي هذه العبارة بصعوبة الأيام التي مرت بها. نلاحظ هنا الفعل فلم تعثر، نلاحظ بأنه سبق بلم، ولم هي من الحروف الجازمة، فهنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل صحيح فتظهر عليه هذه الحركة. وتكبر معهم المسؤوليات، هنا شبهت الكاتبة المسؤوليات بإنسان يكبر. لننتقل معا إلى الفقرة التي تليها. لماذا استنجدت الزوجة بالأقارب والأصدقاء والمعارف؟ طبعا أكيد بعد القراءة والفهم رح نستنتج ليحملوا معها مسؤولية الأبناء، ولكن النتيجة كما ظهرت قبل قليل أنهم تهربوا منها ولم يقدموا لها أي مساعدة. أيضا تعرفنا على المهنة التي استقرت عليها بعد ذلك، هي الخياطة، وهذا استنتاجي. أتمنى من الطلاب قراءة تكملة الفقرة
لاستنتاج المهنة التي استقرت عليها وهي الخياطة، لأنها قد تعلمتها منذ الصغر من والدتها. الآن لننتقل إلى الفقرة التي تليها ونقول: وبدأت أحوالها المادية تتغير، وأمور أسرتها تنتقل من الحسن إلى الأحسن. حمدت الله وشكرته على نعمته وفضله ورحمته التي شملها بها، وعوضها عن فقرها، وفرج كربتها بعد مسيرة نضال مشتها على حراب الزمن مدة 17 عاما. استطاعت من خلالها أن تربي أبناءها أحسن تربية، وتخرجهم للدنيا رجالا ونساء صالحين، وتوصلهم إلى وضع حياتي مقبول بعد تخرج بعضهم في الجامعة. أما الأب فقد قلت أخباره وندرت حتى انقطعت تماما، ولم يعد يسأل عنه أو يذكره أحد، إلى أن جاء يوم طرق الباب فيه. الآن قبل الانتقال إلى الفكرة الثانية لنتعرف ما الذي حدث، دعونا نتعرف على الكلمات الجديدة. كربتها المقصود بها غم وهم، وكلمة ندرت بمعنى قلت. الحدث في هذه الفكرة هو نجاح الأم في اجتياز المحنة. نلاحظ كلمة تربية، أن تربي أبناءها أحسن تربية. نلاحظ أن كلمة تربية نوعها من حيث المفعيل هي مفعول مطلق. أما كلمة أبناءها، نلاحظ سبب كتابة الهمزة بهذه الصورة هو أن حركة الهمزة فتحها وسبقت بحرف مد ساكن. الآن نكمل موضوعنا ونتعرف على بقية القصة. الآن قلنا إلى أن جاء يوم طرق الباب فيه على عجل، وكان الطارق ساعي البريد يحمل برقية تقول: سآتي بعد أسبوع. ذهلت فاطمة، سكتت عن الكلام ولجمت لسانها الدهشة حين قرأت التوقيع. معقول سيعود بعد هذا العمر؟ ولماذا؟ بدأ لسانها يتمتم يتخبط بتكلف الكلام. قلب الأولاد جميعا شفاههم مستنكرين الأمر، مبدين عدم الارتياح وعدم قبول ما سمعوا. قالت إحدى البنات: لماذا يريد العودة؟ عقب أخوها: ماذا يبغي منا وماذا نبغي منه؟ تابعت الصغرى: نحن لا نرغب بمجيئه. ثم أضافت: أنا لا أعرفه ولا أريد. الآن نتعرف على المفردات الجديدة. كلمة البرقية، البرقية هي رسالة ترسل بواسطة التلغراف، طبعا ترسل من مكان إلى آخر. كلمة الطارق، إعراب كلمة الطارق هي اسم كان مرفوع علامة رفعه ضمة كما يظهر هنا. ما المقصود بكلمة يتمتم؟ يتمتم أعزائي الطلبة هي الكلام غير المفهوم. عقب أخوها، عقب المقصود بها تابع وأثنى الكلام. الحدث في هذه الفكرة هو ذهول فاطمة أي الزوجة واستنكار الأبناء من عودة والدة. الموضوع الآن: بقيت الأم على شهودها ساهمة واجمة حائرة، بماذا تجيب وكيف تتصرف وماذا تقول للأولاد، وعلى أي أساس تقنعهم بوجوده، وبأية صفة تستقبل ذاك الذي هجرها عمرا بحاله وتركها وأطفالها وهم بأمس الحاجة إليه. عاد كالغريب، رجع وقد ناءت عنه العافية وتغيرت أحواله وملامحه. أتى مريضا مشلولا محمولا على نقالة، ينخر السوس عظامه والعلل تتوزع دماغه وقلبه، ولا بد له من خادمة وممرضة للعناية به، وليس هناك سوى فاضل العذاب. الجديدة في هذه الفقرة الأخيرة: ما المقصود بكلمة نأت أي تعدت؟ ينفر، يتلف أو يفتت. العناية المقصود بها الاهتمام، وكذلك أيضا كلمة حكمت أي أصدرت حكما. الحدث الأخير في هذه الفقرة هو حيرة وتردد الأم في استقبال الزوج المريض. الكلمات التي جاءت باللون الأخضر هنا، الكلمات التي تحتها خط باللون الأخضر: ساهمة، واجمة،
حائرة. هنا سنلاحظ بأنها من المحسنات البدعية سجع. الآن ذاك الذي، نوع الأسماء هي أسماء مبنية. كلمة أتى، أتى مريضا، ما سبب كتابة الألف هنا بهذه الصورة؟ طبعا نتذكر السبب في ذلك هو أنها منقلبة عن ياء، أتى يأتي فهي منقلبة عن ياء. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. الآن ما عليكم إلا الانتقال إلى حل الأسئلة، الفهم والاستيعاب والمناقشة والتحليل، وبإذن الله سأقوم بإرسال الإجابات، إجابات الأسئلة طبعا، على موقع المدرسة برسالة، ونرجو منكم المتابعة.